السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. بعد ما عقب زاتشي، ما نقدروش نقولوا لجنة الأخلاقيات، نقولوا زاتشي الفاف اللي عاقبت بعمر، تكلمنا بالأمس باللي ناس الجنوب بداو يتحركوا وما سكتوش على العقوبة الظالمة والعقوبة المتعمدة. العقوبة هذه المتعمدة باش بعمر ما يفضحش زطشي بالأدلة. بعمر راح يفضح زطشي بالأدلة باللي راهو جاو بالتزوير. زطشي والمكتب الفيدرالي جاو بالتزوير، يعني ما جاوش عن طريق الانتخاب ولا عن بطريقة قانونية، ولا جاو بالتزوير. لما عرف باللي زطشي نهايته قربت وباللي بعمر راح يكشفوا باللي هو مزور وجابوه بالتزوير، بدا يتجه للسياسة والمنهج تاعهم. اللي يتكلم نعاقبوه، اللي يتكلم نعاقبوه، واللي يفضحنا نعاقبوه. عاقبوا بعمر بسنتين ظلما، ناس الجنوب ما سكتوش، اتحركوا وبداو يساندوا في بعمر، في اعضاء الرابطه الجهويه تاع ورقله، نوادي عفوا الرابطات تاع النوادي تاع غردايا، نوادي ايضا التحقوا وتشوفوا غردايا بالامس ثاني المنيعه، يعني الجنوب كامل. البيان ثاني منطقه نوادي الجنوب كامل بالامس واليوم قلت غردايا وتسوف الواد ثاني، يعني الجنوب كل تحرك، لأن هذه حقرة بظلم، حقرة وظلم، حقرة وظلم. عيني عينك، وش يقول لك يا زطشي؟ حاجة برك باش ديرها في بالك، بلي أبناء الجنوب ليسوا لقمة سائغة. الجنوب مادام قص الجنوب وظلمت ناس الجنوب، اتوقع النتائج ورد بالك. لحقت الجنوب وقصت ناس الجنوب وظلمت ناس الجنوب، انتظر ردة فعل ناس الجنوب. وصلتهم الله يسهل عليك، دبر راسك، انتظر النتائج. النتائج راح تكون وخيمة عليك. ناس الجنوب ما يحبوش الظلم، اي واحد ما يحبش الظلم والحقرة، بصح انتوما بانتلك بلي ناس الجنوب راهو كيعادونية وناس ملاح وناس مسالمين وناس كيما نقولو حنا ظراف وناس عاقلين وكذا، بانتلك انتوما تحقروهم. كاينش منها هذي، خلاص نحيها من بالي. باش تفوت بالسهل غير انسى يا زوجي، انسى انسى باش تفوت بالسهل هذي. ولا راك خايف؟ نهضروا مع دوك، نهضروا لوجيك منطق. زطشي علاه راه خايف من بعمر؟ انسان عنده ادله خلي يقدمها. قال لك انا عندي ادله بلي راك مصور وجابوك بالتصوير، خلي يقدمها. علاه راك خايف؟ علاه تعاقبوا؟ احنا في دوله ديمقراطيه يا اخي، الحراك ناض باش الناس ما تبقاش مخيطه فمها. تكميم الافواه ما بقاش، نظنا ضد العهده الخامسه وضد النظام السياسي اللي كان قائم، مبقاش تهدر ندخلك الحبس ولا مبقاش. السيد هذا بعمر موش عيقذف فيك ولا عيشتمك ولا يتكلم في امور شخصية تخصك، هذا عنده وثائق وبيانات باللي راك مزور وجيت بالتصوير، يقدمها. الى عاد ظلمك ولا قاسك يعني امور شخصية نتاعك، ولا طرق الامور الشخصية نتاعك، ولا مثلا قذف فيك ولا كذا، هاي كان العدالة، هاي خلص العدالة. بس ما دام خلي عنده الأدلة خلي يقدمها، ليه تعاقبوا؟ بصيفتك واش تعاقبوا؟ هذه ملكك، رزقك يعني، ملك نتاعك هذه. لا 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 الفاف، علاش تعاقب؟ كاين كلام آخر ثاني راهو يدور باللي زطشي راح يجيب بلطاجية. زطشي راح يجيب بلطاجية، واش معناها بلطاجيه؟ راح يجيب دي فوايو يظلموا الناس، ولاي واحد يتكلم ضد زطشي راح يدي ضرب.
يا زاتشي دير في بالك رانا ماناش في غابة. زاتشي دير في بالك رانا ماناش في غابة، كاين قانون وكاين الأمن وكاين العدالة. راك تهدد بالناس بالبلطجية وبالظلم وبالحقرة وبال وباللي يتكلم نضربه ونعاقبه. لا مش وش 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 حاس وش حاس بروحك وش حاس بروحك وش حاس بروحك صاي خلاص. هذه نداء نوجهه للأمن الوطني باللي يديروا بالهم البلطجية اللي موجودة مزطشي. ردوا بالكم، وانا قلتها سابقا ونعاودها، زطشي باش يخلي الكرسي مستحيل يدير كل المستحيلات. تعاقبنا الفيفا بعشر سنين عنده عادي، يمد الأموال والامتيازات لبعض رؤساء الرابطة الجهوية عادي والولائية، الرابطة الجهوية والولائية عادي، يمد الأموال قلنا عادي، يمد الرشاوي عادي، يمد الامتيازات عادي، السفريات عادي، تعاقبنا الفيفا عشر سنين عادي، يجيب البلطاجية عادي، يجيب الناس اللي يحقروا اللي يهضروا عادي، يجيب لي مافيا عادي. هذه كلش توقعوه من زطشي وجماعته. كيقول زطشي مش غير زطشي وحده، زطشي وبهلول ومكتب الفيدرالي كامل، توقعوا منهم كلش. يعاقبوا الصحافه عادي، يعاقبوا رؤساء النوادي عادي، يعاقبوا رؤساء اللجان هذه، رؤساء الرابطات الولائيه والجهويه عادي. راهو الكرسي زطشي باش يخلي الكرسي مستحيل. علاه دوك نهضروا لوجيك، هضرناها امس وزيدوا نفصلوها للناس، زيدوا نبسطوها باش الناس تفهمنا مليح. زطشي هو رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، وفي نفس الوقت هو رئيس نادي بارادو، واللي حاكمه خوه رئيس نادي بارادو حسن زطشي. دوك نفرضوا زطشي خلاص خرج من الفاف، بارادو شنو المصير نتاعها؟ تبقى تلعب المراتب الاولى؟ مستحيل، راح تطيح وراح الناس تفيق وراح يزيد يديروا حسابات وضغط على الحكام. ردوا بالكم تجوا مع بارادو، مش بارادو اي تعود يعني بارادو في المجهر، الناس كامل تشوف ما كانش ديك الامتيازات وفوتها، والمدرب نتاع بارادو ما يتعاقبش، اللي قاس الجزائر واهان الجزائر ما يتعاقبش، كانش بارادو راح تخسر راح تطيح راح تهبط مع مرور الجولات، ونقولوا حتى العام الجاي العام هذا منعت ممكن العام الجاي تهبط 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 تعود طيح في الدوزيام ديفيزيون. شكون اللي خسر؟ خسر زطشي. ولي جوار شكون اللي بيحم يطلعهم في ليكيب ناسيونال؟ ما عادوش لاعبي بارادو يلعبوا في المنتخب الوطني. اذا ما كانش تسويق اللاعبين، يعني اللاعبين تاع بارادو ما يزيدوش يتباعوا. وكيفاه زطشي يدخل الاموال؟ ما يقدرش يدخل الاموال. فهمتوا دركا سلسلة؟ زطشي مستحيل يفرط في الكرسي، يدير المستحيلات كامل. إلا خل فرط في الكرسي راهو فرط في النادي بارادو، الجوار ما زيدوش يتباعوا، ما زيدوش يجيبوا له أموال، بارادو ما تلعبش خلاص تطيح في الدوزيام ديفيزيون ولا تهبط خلاص لاماتير ولا ريجيونال. باش تعرفوا زطشي متمسك بالمنصب بأي طريقة، كون يضحي يقتل على جالو عنده عادي نورمال، مي سونسيال الكرسي ما يروحش. خطر على بالو كان راح الكرسي تاع الفاف زقات عليه، بارادو راحت، لي جوار ما عادوش يتباعوا تاع بارادو، ما عادوش يلعبوا في ليكيب ناسيونال، زقات عليه. نفس الشيء حتى لاعضاء المكتب الفيدرالي، امتيازات والتحواس هيروح. بهلول ما عادش يعود الاخر محافظ لقاءات في الافريق، كان يدي منها تشيبا كي كان في الفاف، راحت الامتيازات راحت كل شيء يروح. إذن ما همش بالسهل باش يفرطوا في الكرسي. ندائي الى الامن الوطني، الامن لازم يخدم الخدمه نتاعو ويرد باله من كل تجاوزات اللي يديرها زطشي وجماعته، ورد باله من هذا من البلطجيه اللي يتكلموا عليه الصحافه. قال لك بلي راه زطشي راح يجيب البلطجيه معاه وراح يكري ناس باش اللي يتكلم ضده يطاكيه. اذا لازم الامن الوطني يتفطن، الا طر الامر نجيبوا الدرك نجيبوا الدرك، الدرك والامن امنوا هذه الجمعيه العامه مش مشكل، لانها تكون راح نقول لك بصراحه راح تكون جمعيه عامه سخونه سخونه سخونه، راح تكون جمعيه عامه قويه وسخونه بالبزاف. اذا لازم الامن والدرك لازم يلعب الدوره نتاعو،
في حالة لو تحدث تجاوزات، لأن زدشي قلت لكم ونعاود مستحيل يخلي الكرسي بالساهل، مستحيل يخلي الكرسي بالساهل. أيضا ناس الجنوب يا زدشي رد بالك، راك وصلت ناس الجنوب وقس ناس الجنوب، إذا انتظر العواقب، راك قستهم وظلمتهم وحقرتهم، إذا انتظر ردة فعل نتاعهم. ما همش بالساهل يفوتوها لك، وانسى انسى باش يسامحوك ناس الجنوب ولا يفوتوها لك بالساهل، انسى. في الاخير خلتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.